مذهلا بالنسبة لكثيرين العيش مع حيوان مفترس في مكان واحد. لكن الأمر مختلف عند فيليب جيلي المسن الفرنسي، فقد اختار أن يجعل من منزله حديقة حيوان مصغرة. يضم المنزل قرابة 400 نوع من الزواحف الخطيرة والسامة، جمعها على مدار عقدين كاملين. يقول الرجل إن هدفه من امتلاك وترويض هذه الحيوانات هو إزاحة الخوف من قلوب آلاف الناس، الذي يكون غالباً ناتجاً عن عدم معرفتهم بسلوكها وكيفية التعامل معها. يتعامل فيليب مع حيواناته المفترسة باحترافية كبيرة، وهو يرى أن المعرفة الجيدة بطبيعة هذه الكائنات هي السبيل الوحيد للتعايش معها. وجود تلك الحيوانات المفترسة في منزل الرجل كان يشكل مصدر خوف للجيران، لكن بمرور الوقت اعتادوا عليها، وأصبح بعضهم يزور منزل فيليب خصيصاً لمشاهدتها.